اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطبخ المصري، حاجات بسيطه وسهله في متناول الجميع. انا عايزك تفتح الثلاجه تخش المطبخ، الحاجات اللي في المطبخ تعمليها. خلونا نعود يوم كده في الاسبوع ومفيش هات يا حبيبي وانت جاي، هات يا ابني وانت جاي، هات يا باشا وانت جاي من معاك من السوبر ماركت من بتاع الخضار، الحاجات دي كلها. يعني انت عهدي نفسك وانك يكون بينك جواكي كده عزيمه انك انت بالحاجه اللي موجوده في المطبخ تعملي منيو الغدا. حلو الكلام. معانا النهارده شويه لحمه في التلاجة موجود عندنا، معانا بصل قرمة صغير لطيف وحلو، مش موجود الصغير ده، اجيب البصل الكبير وقطعيه. هنعمل طاجن اللحمة بالبصل القرمة. ليه سموه بصل قرمة؟ لأنه البصل كله أحجام صغيرة لطيفة وحلوة، قد صفار البيضة أكبر شوية مفيش مشكلة. بنقطع اللحمة بنفس الحجم وبنعمل طاجن لحمة فيه بهارات وبيبين خبرتك في المطبخ من التوابل اللي بتحطيها على اللحمة والبصل. معانا كمان النهارده شويه رز حلوين، الرز اللي هو حبه وحبه مشهور في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مازبيرو من على الكورنيش. من هنا بنقول لحضراتكم الاكلات بتاعه الصعيد وبتاعه الريف المصري احنا دايما بنفتخر ان احنا نعملها، بدايه من الملوخيه بالارانب والملوخيه طبعا اللي هي البارده بالميه الساقعه المشهوره في الصعيد والحاجات بتاعه الصعيد، وطبعا عارفين كلنا الكشك الصعيدي اللي بنعمله دايما. هعمل كمان شوربة الخضار النهاردة بلسان العصفور، فيها برضو فكرة طهوية وإزاي أجمع ما بين تشكيلة من الخضار إذا كان كوسة وبسلة وجزر مع لسان العصفور اللطيف اللي بياخد شوربة لحمة ويبقى لطيف وحلو على السفرة وخاصة في أيام الشتاء. معايا طبق سلطة النهاردة أو نقدر نقول طبق مقبلات أو نقدمه سخن أو بارد، ومشهور في المطبخ الشامي بالذات اللي هي يخنة الفاصوليا الخضراء، موجودة دلوقتي في السوق بكثرة، فنستغلها طبعا لطيفة وشكلها حلو. وإزاي إيه الأسرار اللي ممكن نسلو بيها الخضار زي الفاصوليا زي البروكلي، الحاجات اللي لازم نحافظ على خضارها ولونها وإحنا بنستخدمها. فخلونا نشوف أسرار للموضوع ده وإحنا شغالين مع بعض بإذن الله. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن حلقتي فيها تفاصيل وفيها معلومة غير معلومة وكمان أفكار طهوية بأقل تكلفة ممكن. تفتح باب التلاجة تخش المطبخ تسمي بسم الله اللي موجود هتعمليه أو هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. نشوف مع بعض مقادير الفاصوليا. فاصوليا خضراء من خير أرضنا، بنقمعها ونقطعها مع بصلة ناعمة مع فص ثوم مع معلقة معجون طماطم، كل دول مع بعض. ولكن السر من أسرار إن أنا أخضر الفاصوليا هنشوف مع بعض إزاي نتعامل معاها ويبقى لونها أخضر ولطيف زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشة. المقادير على الشاشة تصورها بالتليفون تكتبيها ورايا، مقادير في متناول الجميع. أهم حاجة يكون عندك زيت زيتون عشان عايز أعملها بزيت الزيتون، هتبقى حلوة ولطيفة وتبقى هيلث كمان في نفس الوقت. هاخدها كده وأشتغل فيها. يلا يلا مع بعض. حلوة أوي. معلقة زيت زيتون. حلو أوي. نعم. لا أنا شوف دلوقتي الفاصوليا دي لونها أخضر أحسن من الخضار اللي هي فيه، الخضار فاتح حلو كده. خضار التسوية. ليه يا عم الشيف؟ هقول لك دلوقتي حالا. أنا حطيت دلوقتي زيت زيتون. بحط على زيت الزيتون ده يا عم الشيف شوية ملح. وخليكي فاكرة وحط في راسك إنك أنت حاطة ملح. عشان ما تنسيش وتحط الملح مرتين ونقع في مشكلة. حلو الكلام؟ أه أنا حطيت الملح خلاص أهو. وأدي زيت الزيتون. وآخد الفاصوليا دي يا عم الشيف. اللهم صل على النبي، أشوحها بزيت الزيتون. هنشوف الخضار بتاعها دلوقتي. والصورة تكذب الإيه؟ الغطاس زي ما بقول. اه هنشوف دلوقتي اللون. اسمه برضو المثل ده صح ولا انا قلته غلط؟ اه يعني الميه تكذب الغطاس. اه انا بقول الصوره تكذب الايه؟ حلو. اه هو كده اسمها الميه تكذب الغطاس. هنشوف اللون دلوقتي. اه حد بيسالني دلوقتي ليه حطيت ملح على زيت الزيتون وانت بتحمر كده وبتقلب الفاصوليا؟ الخضروات زي الفاصوليا زي السبانخ زي البروكلي، الحاجات دي بتيجي من الخبره، تيجي من ممارسة العمل بحب. عايز اللون الأخضر الحلو ده الفاصوليا ده لونها ما يقفلش مني، أعمل إيه؟ بتسلقيها لازم تحطي ملح على المية وهي بتغلي. بروكلي بتسلقيه تحطي ملح على المية وهي بتغلي. سبانخ بتسلقيها تحطي ملح على المية وهي بتغلي. بتحمريها بزيت زيتون حط شوية ملح وأنت بتقلبيها كده. هي القصة إن أنا عايز الأرنبيط يبقى كريسبي ومقرمش وزي الفل، ما يبقاش طري. الأرنبيط من الأكلات المصرية الحلوة اللي احنا بنبدع في عمايلها زي شوربة العدس.
لما تيجي تحطيه في الخلطة اللي انا عملتها، حطيت دقيق ونشا قلبتهم مع بعض، وحطيت بيضة وحشيت شوية بهارات حلوين، ومن الخضرة شوية بقدونس او شوية كزبرة مع شوية شبت علشان الانتفاخات ومشاكل الكولون مع القرنبيط. حلو الكلام يا ست الكل. عايز احمره بقى، ايه التركاية؟ ان انا جبت شوية دقيق حطيت عليهم شوية بهارات من الفلفلة الحلوة والفلفل والملح، وخدت القرنبيط ده حطيته في التوابل دي اللي هي الدقيق مخلوط بالبهارات، وخدته من الدقيق نفضته كده غبرته يعني، ونزلته في الخلطة اللي هي السائل اللي مخلوط عليه البيض، وبعد كده خدتها حطيتها في الزيت. دي الطريقة اللي انا عملتها يا ست الكل امس. الفاصوليا الخضراء اهي بالشكل ده كده. ايه اللي انت حاطه تحت يا شيف؟ انا حاطط بصلة وتومة، حطيت 3 4 فصوص توم مطحونين ناعمين عليهم بصلايه، وحطيتهم تحت الفاصوليا وسايبهم كده زي ما هي. خلي بالك الموضوع ده ايه، شيق جدا. انا بعشق الطبق ده. هغطي الحله دي كده واسيبها اغطيها كده علشان البخار يطلع وتستوي معايا بسرعه. شوف الرز اخباره ايه، وانا واقف كده على النار بتدلع، حكت على النار ظابط الطايم بتاعي، ظابط موطي النار اهو. الرز اخباره اهو، استوى الرز. الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. شوط الرز معايا عاملين زي قالب الحلاوة الطحينية. الله، فتت الشاورما. أم محمد بتسأل فتت الشاورما بقى ايه، أكلة ايه لطيفة وحلوة أنا شخصيا بحبها لما أعملها مع الزبادي والطحينة. صدر الفرخة ده أنا حطيت معلقة سمنة كده، كانت أم الله يرحمها دايما تيجي على وش الرز وتحط معلقة سمنة وتغطي الحلة، ما بتقلبهاش لأي حاجة، تقول اسكت يا واد لما تكبر أقول لك، وما قالت ليش. حلو الكلام. معلقه السمنه على الرز وهو بيستوي، الرز بياخد شماخه السمنه. السمنه دي لو فلسه وما هيش حاجه محترمه وحلوه زي الفل، شويه الرز يطلعوا وحشين. لازم تكون سمنه حلوه قوي قوي على فكره، ومرمله ولطيفه وزي الفل، ويا ريت تكون سمنه بلدي. حلو الكلام. ونغطي الحله دي كده ونسيبها. والفاصوليا الخضراء اخبارها ايه، نفتح كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. ده فاصوليا خلاص اهي، الخضار والحلاوه في الفاصوليا. نقلبها ونبص عليها اهي، استوت الفاصوليا اهي. البصله والتومه فين؟ اهي 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 دي. خلص الكلام. شايفين الخضار الحلو ده كده؟ ولونها مش هيتغير ابدا، بس لونها هيتغير في حاله واحده، في حاله احنا لما نخطئ بايدينا. نخطئ ازاي يا عم الشيف؟ وده تحذير طبعا، اوعى في حياتك تعصري ليمون على خضار وهو في النار، سواء سبانخ سواء فاصوليا خضراء سواء بروكلي. ليمون هيسود لك الحاجه على طول. حلو الكلام. تبرد تعصري الليمون اللي انت عايزاه. الفاصوليا خلاص، اوعى تنسي انك حاطه ملح ارجوكي. انا كانت ايديا رايحه على الملح بصراحه، اوعى تنسي. الكمون هنحطه بعدين خالص، هغطيها تاني واسيبها على النار تستوي وتاخد وقتها. الفاصوليا الخضراء اخبارها ايه؟ زي الفل اهي، جاهزه ومستويه. توابلنا حطيناها، الملح بس حطيناه. ايه اللي هتعمله دلوقتي يا عم الشيف؟ ليك الاختيار بقى. انا بس حبيت اعملها النهارده كده وابدع فيها حاجتين. نقدر ان احنا نعملها تبقى بزيت الزيتون والثوم زي ما انا عاملها دلوقتي كده، بحط شويه كمون انا وهنحط عصير ليمون، او ان احنا نعملها بالطماطم. عايزين يعرفوا طريقه عمل الكريسبي؟ حاضر عينيا، احنا نعمله ونيجي لغايه عندكم. فراخ كريسبي، بنجيب صدور الفراخ تتقطع طويله كده شرايح يعني، وبعد كده بنحط عليها معلقه نشا، فص ثوم، عصره ليمون. حلو الكلام. البهارات ملح وفلفل وزعتر، ونخليها على جنب. ونيجي جايبين في طبق تاني بيضه حاطين عليها معلقتين من الدقيق، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل زي الفل، وبناخد صدور الفراخ اللي احنا تبلناها في البدايه نحطها في البيض المخلوط بالدقيق والملح والفلفل، وتطلع بعد كده تخش على رقائق الذره الهشه، تشيل منها ونغلفها، تنزل في زيت غزير وتتقدم سخنه وزي الفل مع المايونيز. نقدمها مع كاتشب مع مستارده زي محمد ومحمود ما يحبوا. انا عاجبني قوي طبق السلطه ده. عينيا، سؤال من على السوشيال ميديا دلوقتي، عايزين يعرفوا الجمبري البطل فراي. يعني بطل فراير يعني جمبري شبه الفراشه. حلو الكلام. بيتعمل ازاي يا عم الشيف؟ الجمبريه بتتجاب يتشال عرق الرمله منها، ويتعمل الديل يخش جوه اللحمه كده شبه الفراشه، وينزل على زبده وليمون ومستارده، ومعلقتين كريمه في الاخر مع معلقه نشا صغيره للقوام. سهل وبسيط، ونعمله لحضراتكم ان شاء الله. انا عملته قبل كده،
وموجود على الصفحه طبعا بتاعتنا اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى. انت بتعمل ايه يا عم الشيف؟ والله الشوت الفاصوليا عاجبني شكلهم قوي، الخضار بتاعهم حلو يفتح النفس، وانا صراحه لما اكلها بارده بتبقى حلوه، طعم زيت الزيتون مع التوم بيبقى لطيف وحلو. فبدلعها كده بجرنشها بسلايز من الطماطم، اللي حابب ياكل معاها طماطم ياكل بالشكل ده كده. الطبق بيتلاقيه ايه، صوره بقى، لوحه فنيه. الاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري بيفرحوا بالصوره الحلوه دي كده، يقوموا يجيبوها على طول. هو ده حلو. مطبخنا كالعاده الحمد لله رب العالمين والفضل لله سبحانه وتعالى، بنشوف كل يوم اشكال مختلفه، اطعمه مختلفه، صوره حلوه، افكار حلوه، من كل المطابخ بنقدم الاكل مختلف طول الاسبوع، اذا كان اكل صحي اكل هيلسي، بنعمل اكلات متنوعه، بنرضي كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على من انحاء العالم. القناه الاولى بتاعتنا طبعا متشافه بره في كل انحاء العالم وفي مصر وام الدنيا، فاحنا بنرضي كل الاذواق، ومن خلال السوشيال ميديا بنعرف وبنقص النبض عايزين حضراتكم ايه بنعمله، وبنتواصل معاكم واحنا عايشين مع حضراتكم حكايه اكله امي لانها لطيفه وحلوه، وكل واحد مننا له ذكرى مع امه مع جدته مع طبعا الاسره في الاكلات الحلوه اللي بيحبها، وممكن يسافر بلاد العالم كلها، يروح يسافر الريف المصري الصعيد المصري، مهاجر بره يرجع عشان ياكل اكله حلوه هو بيحب ياكلها من ايد والدته. رؤيا فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.